مشاهدي قناة يونس خليفة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد معكم في القناة ديالكم، ودائما الجديد كيف ما عودناكم في قناتكم، قناة التميز وقناة كل ما هو جديد. نزولا عند رغبة الكثير من الإخوة والأخوات اللي كيتواصلوا معنا وكيطلبوا منا أننا نبينوا لهم محلات تجارية. اليوم أخوتي أحبابي حنا كنتواجدوا في مدينة تمسنا باش نوريكم أحد المحلات التجارية اللي صراحة غاية في الروعة إن شاء الله اللي غادي نشاركوا معكم. المحلات التجارية في حي تجاري، حي الحرفية. الناس اللي كيعرفوا مدينة تمسنا راه كيعرفوا حي الحرفية. إن شاء الله غادي نديروا لكم جولة، نعطيكم معلومات على هذه البقعة الأرضية اللي صالحة لبناء محل تجاري كبير ونعطيكم تفاصيل إن شاء الله شاملة. بقوا معنا في هذا الفيديو، هذا نعطيكم معلومات على هذه البقعة الأرضية، ومن بعد منها غنمشيو إن شاء الله لمحلات تجارية أخرى ونعطيكم معلومات أخرى كافية إن شاء الله. الناس اللي مهتمة بالمحلات التجارية، هذا الفيديو هذا راه موجه لكم نتوما، للناس اللي حابة أنها تدير مشاريع، هذا الفيديو هذا راه خاص بكم. أثمنة مناسبة، الموقع رائع إن شاء الله. إذا بقوا معنا وكملوا معنا الفيديو حتى الآخر إن شاء الله. أخوتي وحبابي غادي نشارك معكم الموقع فين كتواجد هذه البقعة هذه. هذا راه حي ديال الحرفيين كيف ما كتشوفوا معايا، الموقع ديالو ما شاء الله قريب للساكنة، قريب الموقع استراتيجي. هذه البقعة أخوتي وحبابي المساحة ديالها 200 متر، هي هذه هي البقعة التجارية اللي حبينا أننا نشاركوها معكم. تيتري بطبيعة الحال، الأوراقات ديالها جاهزين، البلان خارج ليها، الرخصة مخلصة لها، يعني إلا بغيتي من غدا تبدا البناء ديالك فمرحبا بك. هذا هو الموقع ديال هاد البقعة، حداها المسجد، حداها نوريها لكم بالضبط فين كتواجد. ها هو السوق المغطى ديال تمسنا، هاد مارشي ديال الخضره، وهذا سوق مغطى. هذا هو الموقع فين كتواجد هاد البقعه التجاريه. هذا راه حي كله خوتو حبابي، كله حي ديال الحرفيين. الطوبيس كيف ما كتشوفوا معايا راه منين دايز، موقع ديال استراتيجي، هذا خاص بالحرفيين. هذا الحي هذا عاطينهم بقعة ارضيه 200 متر فيها ار بلس ا، فيها لاكاف ديالها والريتشوسي والبرومي. المساحه ديالها كيف ما قلت لكم 200 متر، وعندها جوج الواجهات، كلهم هادو عندهم جوج ديال الواجهات. اغلبيه ديال الناس ما شاء الله راهم بناو، الناس البني على قدم وساق، وكيف ما قلت لكم بالنسبه للوريقات ديالها راهم جاهزين، ممكن انك من غدا تبدا البناء ديال هاد البقعه الارضيه. كنحاول انني نمشي لكم هنا باش تعرفوا الموقع ديالها بالضبط فين جا، نقرب لكم شويه. ها انتم هذا اللي كتشوفوا معايا، هذاك راه هو الشارع اللي كيدي شارع رئيسي ديال 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 تمسنا. موقع استراتيجي، موقع رائع. اصحاب هاد البقعه الارضيه لظروف خاصه بغاو يبيعوها، راهم خلصوا لها الرخصه وخلصوا لها كل شيء، يعني بامكانك من غدا كيف ما قلت لك اخي اختي الحرفي ولا اخي اختي اللي باغي تبدا المشروع ديالك. موقع استراتيجي فيه لاكاف كيف ما قلت لكم، فيه الريتشوسي، فيه 5 متر و 60 سنتيم، فيه كاين الميزانين بطبيعه الحال. هادشي كلشي خوتي وحبابي راه تيتري بطبيعه الحال، كلشي في الوريقات ديالو. هذا هو الموقع حدانا جميع المرافق، حي ديال الحرفيين، موقع استراتيجي عنده مستقبل ظاهر. بالنسبه للثمن ديال هاد البقعه الارضيه هذه 120 مليون، 120 مليون قابله للتفاوض، الوريقات جاهزين، الرخصه مسلمه، البلان كلشي موجود. بامكانك من غدا اخي اختي انك تبني العقار ديالك وتبدا المشروع ديالك باذن الله الرحمن الرحيم. هذا هو، هذه هي البقعه الارضيه، وهذه راه الناس راه خدامه كتبني. نحاول انني نوريكم من البعيد، الناس راهم خدامين كيبنيو. هذا هو الموقع، هذا حي خاص بالحرفيين خوتي وحبابي، وفكره زوينه هذه انه يكون حي خاص بالحرفيين. وهذا وحدانا شقق ديال السكن المتوسط، وحدانا شقق ديال السكن الاقتصادي، يعني موقع غيكون ظاهر، غيكون عنده مستقبل ان شاء الله الكبير. من بعد من هاد الشقه، من بعد من هاد البقعه هذه ان شاء الله غادي نمشيو للبقعه المحلات التجاريه الاخرى اللي كاينه في النور، ونشاركوا معكم حتى هي ونعطيكم تفاصيل عليها ومعلومات، باش ان شاء الله اللي يحب شي محل تجاري من هاد المحلات ما عليه الا يتواصل معنا ونحن نوريه الاشاره. يلا بقاو معايا ما تمشيو فين، نمشيو للمحلات الاخرين ونعاودوا نتلاقاو بكم. وهادو هما المحلات التجاريين الثانيين اللي شاركنا معكم في هذا الفيديو هذا خوتي احبابي، اللي حبينا اننا نشاركوه معكم، اللي كيف ما قلت لكم كيتواجدوا في مدينه تمسنا. موقع ديالهم الاستراتيجي، موقع باذن الله الرحمن الرحيم راكم ان شاء الله المشروع ديالكم يخدم. ندخلوا ليهم ونوريكم المساحه ديالكم، ونوريكم حتى العلو ديالهم شحال فيهم، يعني راه ممكن انك دير الميزانين هنايا. جوج ديال المحلات التجاريين، موقع استراتيجي قريب
الساكنه قريب المرافق كلها وقريب الحي الصناعي. هذا فيه 39 متر العلو، فيه 5 متر ديال العلو. كاين المرحاض ديالو طبيعه الحال، والمحل الاخر حتى هو كاين المرحاض ديالو. هذا المحل الاول، عندنا المحل الاخر ولكن راهم كيتباعوا بجوجهم، يعني اصحاب هاد المحلات هادو حبوا انهم يبيعوا المحلات بجوج باش يكون واحد المشروع اللي يكون مشروع اللي كبير، مثلا صناك اللي كبير ولا هذا. حدانا هاد القهوه هادي، شوفوا التراس ما شاء الله، المساحه ديالها التراس كبير بزاف. وهاد البلاصه الخاويه اللي كتبان لكم راه حي صناعي تما، راه هو جاي، يعني راه يكون مشروع هنايا مربح ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو المحل التجاري الثاني، كيف ما قلت لكم المحل الاول فيه 39 متر، المحل الثاني فيه 43 متر. بالنسبه للثمن ديال البيع ديالهم 13000 درهم للمترو، 13000 درهم للمترو. هذا المحل الثاني كيف ما كتشوفوا معايا، الصدا العلو ديالو ما شاء الله اللي كبير. عندنا المرحاض ديالو حتى هو، المساحه ديال المحلات بجوج، واحد فيه 43 والثاني فيه 39 متر. تراس ما شاء الله كبير وكبير بزاف. موقع استراتيجي، عندنا جوج ديال المحلات، المحل الاول فيه 39 والمحل الثاني فيه 43. التراس كيف ما كتشوفوا معايا هو هذا، جات حدانا هذا المقهى هذه، هاد الواجهه اللي قدامنا، هاد الوسعه هذه، هاد الشري هذه، راه كلها غيكون حي صناعي، راه كيف ما كتشوفوا راه هو جاي. والموقع هو هذا، حي راه عامر، الناس اللي حبوا اي كراج من الكراجات، اما هاد المحلات هادو اما البقعه اللي شاركنا معكم، ما عليكم الا تتواصلوا معنا فنحن راه الاشاره. هذا هو الموقع ديال هاد الكراج، هذا جوج ديال الكراجات، واحد فيه 43 كيف ما قلت لكم، واحد فيه 39، المساحه ديالهم اللي زوينه، والموقع الاستراتيجي اللي قريب لجميع المرافق اللي يمكن الانسان يحتاجها في الحياه اليوميه ديالو. نتمنى ان هاد الفيديوهات هادو ينالوا اعجابكم والرضا ديالكم. اللي حب انه يتواصل معنا فنحن راه الاشاره. حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمه الله.